يمكن عندكم قصة. هل حكي بدنا نبعث أولاد ويا ست وسيدة ونحن قاعدين نجي في الأسبوعين الأخ صارت بكثير بكثير عائلات. صارت بكثير بس أنا أعرف بس الحكي العائلة مالنا كانت تحكي شوية مختلفة. كيف أنتم حقتم كني قد صفطون يعني سجلت. ما متعامل. سجلت. ما توافقي بعد. أبا أنا سمعت يعني هذا سجل على التسقيط. عقب كم يوم قالوا له يعني الاموال مالك تنجمد. ابي باباتك يعني طاق يدبر اموره قبل. ما خاطر دكتور ازرق رهيم ودكتور سنكو اللي كان عندهم نفوذ كانت عندهم ماسطات. كان عندهم ماسطات هي اليهود اللي ظلوا بغداد عقب التسقيط. اللي ظلوا كيف حسوا انه الجماعه اللي صدقانا قد يكون يساعدوهم. هاي كلها كانت صح لما جاء حزب البعث. من جاء حزب البعث الامور تبدلت. بابا عقب تحب الايام السته توقف نومه. ما ماش عقب اسبوع اسبوعين وقفونه بالامن. شريك والشيخ بلاسم راح حكى ويا هذا المدير بالامن. قال له فيكتوريا لا تخافي باكر يرجع وبمين بعثوا من البيت. لكن فيني توقيف من بابا جاء من طلع حزب البعث. من طلع حزب البعث بابا توقف بالاستخبارات مو بالامن. نفسه شيخ بلاسم كان يقول انا بعد ما صح. يعني هذا شيخ بلاسم كان ينتمي اللي نحن نسميه من العهد البائد. عهد البائد يعني عهد من الملك. كان بعدم عند النفوذ. من جو البعثيين اضطهدوا من اهل العهد البائد. بس همي ما طاقوا يخلصون نفسهم، اشر يخلصون.